مرحبا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صفحة جديدة للجميع. صفحة جديدة معناها أن ربنا عايز يبدأ معايا ومعاك بدايات جديدة، مع بيتي، مع شغلي، مع صحتي، مع كل حاجة. ربنا بيقدر دايما صاحب المفاجآت والبدايات الجديدة. سعيد جدا في هذه الحلقة يكون معايا ضيف شاب ملتهب بحب الرب يسوع، بحب الكتاب المقدس، كارث جميل للرب يسوع، هو الخادم الشاب هاني بشرى. أهلا بك يا أخوي. أهلا وسهلا بك يا دكتور. صدقني قلبي فرحان جدا بالشباب اللي زيكم، اللي فضل واختار المسيح عن العالم. يقول لك الشباب أغلبه ملحد، الشباب غرقان في الإدمان والمخدرات. احنا بنعمة الرب في هذا البرنامج ربنا بيشرفنا بخدام زيك، شباب وخدام للمسيح. من خلال نعمة الله ومعونته ان احنا الوقت اللي جاي نخدم اكتر واكتر ونخطف الشباب دي من ابليس، وعندنا ايمان ان الوقت اللي جاي يكون وقت كله ربح وحصاد باسم يسوع. يعني شكرا يا اخويا هاني، فعلا من ضمن اهداف هذه البرامج انه المشاهدين يشوفوا انه بنعمة الرب احنا مش بنشفي على عثم ونقول خير ومش خير، لا، حقيقة في كم كبير من الشباب الجميل اللي بيحب الرب يسوع الأمثال أخويا هاني وكل اللي بيشاركوا معنا. ربنا يباركك، ده امتياز وبركة ليك. دايما بنسأل لماذا اسم صفحة جديدة؟ تقول لنا إيه؟ زي ما بيتكلم الرب إنه ها أنا ذا صانع كل شيء جديد. نعم. فالنهاردة وإحنا بنتكلم وفي نفوس كتير بتسمعنا، عندنا إيمان إنه لما بيقبل الرب يسوع المسيح بيصنع كل حاجة جديدة، وبيقلب صفحة الماضي وبيبدأ يكتب قصة جديدة في حياته. نعم. فكل شخص بيقبل النهاردة عنده يعني امتياز كبير انه يكتب اسمه في سفر الحياة اولا، ويكتب كمان عنه الرب قصة جديدة. صحيح، زي كل القصص الجميلة اللي في الكتاب المقدس. بالظبط كده. رائع، هتكلمنا عن ايه النهاردة؟ النهاردة نفسي اتكلم وشارك المشاهد عن رحاب ونعمة الاب. روعة روعة. فرحاب كانت في اريحة، هي مش راضية عن الوضع. كل ما تذكر أقول بكل وقار يعني، بس دي نعمة ربنا زي ما حضرتك قلت. طبعا. رحاب الزانية، يعني هو ذكر اسمها 8 مرات في كل الكتاب، 6 منهم ذكر عنها أنها زانية، ولكن نعمة الله حتى في العهد الجديد لما يذكر عنها بيقول لك دي نعمة ربنا، لكن هي كانت كده. بالظبط كده، ده نعمة الله تفاضلت، معناته أنه في كتير رحاب بيسمعنا النهاردة، نعمة الله بتتجه إليك. روعة روعة. ويبدأوا حتى لو كان زاني أو زانية، احنا عندنا في الشرق بشكل خاص الدول الشرقية يعني الخطايا دي يقول لك الزنا والقتل والسرقة دي خطايا كبيرة، طبعا ربنا ما عندوش كبير ولا قليل، ولكن حتى لو كان كده يقدر يبدأ صفحة جديدة. وده اللي الرب عمله مع رحاب، لما قطر النعمة عدى من أريحة جذبت. حلو قطر النعمة. تعبير جذبت رحاب. ليه؟ لأن هي مش راضية على وضعها جوه أريحة. صحيح. لأن أريحة إشارة للعالم، وأريحة الحياة فيها غير مريح، ما تريحش. أريحة الحياة فيها غير مريحة. فالعالم ما يريحش حد أبدا، لكن تعالى النهاردة للإله اللي اتكلم، دفع إلي كل شيء من أبي، وابتدى يقول بما أنه دفع إلي كل شيء من أبي، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. إيه النقاط في عجالة اللي هتكلمنا فيها في العظة اللي بعد شوية؟ بنعمة الله هتكلم عن 4 نقاط. أول حاجة هتكلم عن نعمة الراحة. نعمة الراحة. الراحة. تاني حاجة هتكلم عن طريق الراحة في 4 أمور. تمام. بعد كده هتكلم عن ضمان الراحة في 2، وآخر حاجة هتكلم عن بركات الراحة. جميل جدا، متشوق من كل قلبي أسمع منك. بس قبل كده وكل المشاهدين هيشاهدونا وانت بتكرز عن طريق رحاب ونعمة الآب، بس في 30 ثانية بص للكاميرا دي وقول لنا إيه اللي على قلبك باختصار مش في نقاط. اللي على قلب باختصار انه كتير قوي اللي بيقع في خطيه الزنا بيفضل طول عمره مقيد بيها، وابليس حاطط الماضي ده قدام عينيه، لكن الرب يقول لك النهارده 3 امور. اولا انسى الماضي، اتركه. تاني حاجه اخرج من اريحه. تالت حاجه تمسك بالامان نفسه اللي هو الحبل القرمزي. والنهارده قدام الامان ده ربنا النهارده بيدعوك انك تيجي وما تخافش، الماضي بتاعك ربنا يعني هيمسحه بأستيك. وعايز أقول لك حاجة قبل ما أختم معاك، إنه هيفرجها لأنه عارف مخارجها، بمعناته كتير جوا بتفضل مكفول على نفسك خايف من خطايا الماضي، لكن هو ليه في الموت مخارج يقدر يطلعك
لأنك لما بتيجي ليه هو مسؤول إنه يعالج حتى أخطائك القديمة. روعة روعة هيفرجها، لأنه عارف مخارجها. مخارجها بصراحة أنت وعظتنا كده قبل ما تقول، يعني بجد تأثرت بإخلاص شديد. وهنستمع إلى هذه العزة الكرازية النارية اللي كلها أمل وصفحة جديدة، رحاب ونعمة الآب مع الكارز الشاب الجميل هاني بشرة. فاصل في دقيقة واحدة نسمع آراء الناس، وبعدها نرجع لكم بهذه الخدمة الجميلة. أرجوك ما تقلبش، ابقى معنا إلى ما بعد الفاصل. الزانية اللي يجب من نسلها سيد المسيح، دي محام كانت زانية، بس ده في نفس الوقت كان الله استخدمها أن يكبح بيها ده الفوز كتير. مش مجمع قوي بصراحة، بس عرف أن هي كانت يعني أن هي تابت، يعني ربنا قبلها تاني. دي خبأت الجاسوسين اللي كانوا رايحين يتجسسوا للأرض بسلام، وكمان من الناس اللي نجيت، اللي هي نجيت وكل اللي كان معاها في البيت، عن طريق ان هي نزلت زي حبل كرموزي على بيتها، فكان كل اللي جوا بيتها نجي من هلاك اريح. اتنين جاسوسين قالوا لها ان احنا لو حطيتي اشاره حمراء هن كده يعني هن مش هنقتل الناس بتوعك، بس فعلا اتنجت هي واهلها. ورجعنا لكم مرة تاني في قصة جميلة جدا عن رحاب ونعمة الآب. والنهاردة بنتكلم عن نعمة الله اللي متواجدة بصفة مستمرة لكل حد لسه ضايع، لسه بعيد، لسه مغروس في الخطايا، لسه مقيد بعادات شريرة. والنهاردة الرب بيقدم ليك رجاء جديد من خلال برنامج صفحة جديدة. وعندي آية نحب نقراها مع بعضينا في رسالة العبرانيين أصحاح 11 وعدد 31. بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة، إذ قبلت الجاسوسين بسلام. والنهاردة رب عايز يكلمنا عن الراحة من خلال رحاب الزانية. ونتكلم مع بعضينا عن رحاب اللي ذكر اسمها في كلمة الله 8 مرات، ومنها 6 مرات بيتكلم فيها عن رحاب أنها زانية. وإحنا بنشوف أن نعمة الله اتجابلت مع رحاب واتجهت إلى أشر الخطاط. نعمة الله تفاضلت جدا. والنهاردة اللي الرب عايز يقدمه ليك كيف تدخل الراحة، وهنتكلم مع بعضين عن 4 أمور. 4 أمور، منها أول حاجة طريق الراحة. طريق الراحة، خد بالك معايا عزيزي المشاهد، إن رحاب الزانية ما لقيتش راحتها لا في المال رغم إنها غنية، والكتاب يقول إن عيدان القش أو حبال القرمز ما بتتوجدش غير عند الأغنياء، ولا كمان وجدت راحتها في الزنا، ولكن الكتاب ولا في أريحة، ولكن الكتاب يقول إن لما جم الجاسوسين إليها قبلتهم بسلام، كان عندها إيمان غير عادي. تعال النهاردة للإله الوحيد اللي يقدر، عنده طريق الراحة، وإقبل دعوته. هو تكلم وقال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. النهاردة الرب عايز يقول لك زي ما في طريق للراحة، في كمان زي ما في نعمة الراحة، في طريق للراحة عن طريق 4 أمور. أول حاجة إنها سمعت، قالت كده سمعنا. فالنهاردة الرسالة بتوصل لك وبتسمع، لكن لما بتسمع ماذا تصنع؟ النهاردة الرب بيقول لك ما تسمعش وتطنش الكلام، لا اسمع وخد قرار. والنهاردة الرب عايز يقول لك زي ما هي سمعت كمان ذابت. والنهاردة الرب عايز يقول لك يا أبو قلب قاسي، النهاردة إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. النهاردة ربنا عايز يجي على قلبك القاسي ده يدوبه. أكيد هي كان قلبها قاسي، لكن لما جت الفرصة ليها ما ضيعتهاش. يبقى أول حاجة سمعت، تاني حاجة ذابت، تالت حاجة آمنت. خدوا بالكم إن الجاسوسين ما أمنوش، قالت لو الرب أعطانا الأرض، لكن هي قالت قد علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض. فالنهاردة الرب نفسه قلبك يتفتح، ما يكونش قلبك مغلق، قلبك قاسي، قلبك جامد، لكن تكون تربطك النهاردة جيد عشان تسمع كلمة الرب.
النهاردة ربنا عايز يعمل معاك أمور عظيمة، عايز يفتح معاك صفحة جديدة. فاسمع كمان، سلم للرب قلبك علشان يقدر يلمس ويدوب. أعطيهم مش قلب حجر لكن قلب لحم، لأنه هيديك صفحة جديدة وقلب جديد. لكن آخر حاجة أطاعت، وده اللي الرب عايزك تعمله النهاردة. لما تسمع خد خطوة، لما تسمع النهاردة ربنا عايز يعمل معاك ده، إنك تطيع، مش طاعة جزئية ولكن طاعة كاملة. تترك أريحة الإشارة إلى العالم الحياة فيها غير مريحة. لكن تالت حاجة، ضمان الراحة. فأمرين، إنه في الحبل القرمزي اللي هي علامة الأمان، اللي هو دم يسوع المسيح ابنه اللي يطهر من كل خطية. لكن تاني حاجة، وعد الجاسوسين. وعد الجاسوسين إشارة إلى كلمة الله. والنهاردة أنا هكلمك مش عن وعد رجال يشوع، لكن عن وعد يسوع المسيح اللي يقول عنهم أمرين عديمي التغير. بالأمرين دول، قوة الدم السمين وكلمة الله، النهاردة الرب بيقول لك إنه تعال احتمي في الدم. ولما تحتمي في الدم ده علامة الأمان. النهاردة الرب عايز يقول لك إنه أرى الدم فأعبر عنكم، ولا يكون عليكم ضربة للهلاك. النهاردة ربنا بيقول لك تعال احتمي في الدم، تعال حط الدم وتمسك بالحبل القرمزي. الكتاب المقدس بيتكلم كده إنه هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض. فالنهاردة ربنا عايز يغسل كل خطاياك بالدم المسيح. تعال خد قرار. لكن آخر حاجة، بركات الراحة، فيها نجاة نفسها. فالكتاب المقدس يتكلم إنه بالإيمان نجت ولم تهلك. النهاردة لو صدقت فيه هتنجو، يكتب اسمك في سفر الحياة. مش بس كده نجاة نفسها، لكن نجاة أهلها. قالت إنه جمعت كل بيتها، وأنا النهاردة بطلب منك إنك تجمع كل بيتك تحت ستارة الدم. أما أنا وأهل بيتي نعبد الرب. وده اللي الرب عايز يعمله معاك النهاردة. الرب النهاردة يديك امتياز. أكتر لستتين اتكتبت فيهم، وأشرف لستتين في الكتاب اتكتبت فيهم رحاب، هي متى 1 وعبرانيين 11. في عبرانيين 11 ذكرها هي الست الوحيدة أو الامرأة الوحيدة اللي ذكرت مع سارة. وفي كمان في يعقوب ذكرها إنها تبررت بالأعمال، زي ما في عبرانيين تبررت بالإيمان، كمان في رسالة يعقوب تبررت بالأعمال مع أبينا إبراهيم. اللي أنا طالبه منك الوقتي إنه زي ما سمعت عن قصة رحاب الزانية اللي مليانة بالشرور والنجاسة، لكن جالها وقت إنها فتحت قلبها لربنا. وأنا عايز أقول لك إنه الوقت ده وإنت بتسمع الروح القدس بيذكرك، وشريط حياتك الماضي بيجي قدام عينيك. ربنا بيقول لك اترك ماضيك، مش بس كده، اترك أريحة اللي الحياة فيها غير مريحة. أنت تعبان لأنه أنت بتحاول تاخد خطوات، لكن إبليس بيحط لك المعطلات وبيحط لك الماضي. لكن ربنا بيقول لك تعالى إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. الراحة اللي رايحة لك الرب النهاردة هي راحة من حمل خطاياك. وده اللي أنا عايزه إنك تاخد بالك معايا وإنت بتختم معايا، إنك تغمض عينيك، تيجي أو تفتح عينيك براحتك، المهم ركز معايا وتعال ارفع قلبك معايا. قول يا رب انا بحط حياتي بين ايديك. لو انت فعلا مقيد بعادة النجاسة وبالزنا، النهاردة الرب بيقول لك ولا انا ادينك. تعال النهاردة اقول له انا بفتح قلبي ليك يا رب، غير حياتي بالكامل، اغسلني بدمك الكريم. نفسي ابدأ معاك صفحة جديدة يا رب، فيها تجدد ذهني وتجدد افكاري، فيها تغسلني بالكامل يا رب يسوع المسيح، فيها تقبلني ابن ليك، فيها تخليني فعلا من اليوم أكون يا رب ماشي في طوعك وطيعك وأسمع صوتك يا رب. أنا في هذه الأيام يا رب محتاج إنك تغير حياتي بالكامل. اعترف للرب، مكتوب كده أنا اعترفت بفمك وأمنت بقلبك خلصت. وده اللي الرب عايزه منك الليلة. تعال افتح قلبك لي مرة تاني وأؤمن بي. قل له أنا أؤمن إن أنت ابن الله الحي اللي صلبت على الصليب لأجلي، إن يا رب فعلا إنك مت لأجلي، إنك قمت من الأموات لأجلي. والنهاردة ربنا يعمل عملية تحويل في حياتك، يحولك إلى رجل آخر، يحولك من خلال القلب الحجري إلى قلب لحم. يشعر، يحس، يدرك كدي الرب يسوع له كل المجد
مات على الصليب. لو انت حابب تركع معاه على الارض اركع وقول يا رب اطهرني انا الخاطي، اعترف طلع كل اللي جواك. وانت بتسمع رسالة رحاب النهاردة انه النعمة تفاضلت، ان النهاردة تمسك بحبال المحبة اللي تجذبك. هي امنت جدا، ما لقيتش راحتها في حاجة. فالنهاردة ربنا بيقول لك مش هتلاقي راحة لان ما فيهاش راحة. ولو وصلت لامور كبيرة جدا اوعى تفتكرها جنة، لا راجع الحسبة وتأنى لانها ما تسويش والكل باطل. تعال النهاردة قول للرب انا مش محتاج غيرك انت ومعك لا اريد شيئا. لو كنت صليت بأمانة معايا وبقلب صادق صدق ان الرب سمعك وجيب لك، لانه مكتوب من يقبل الي لا اخرجه خارجا، لان خارجا الكذبة والسحرون والقتلون وكل من يحب ويصنع كذبا. النهاردة ربنا بيقول لك بما انك جبلتني عليك تعمل 5 امور. اول حاجة انك تصلي في كل مرة تتقابل مع الرب. تاني حاجة تقرأ في كلمته بصفة مستمرة. تالت حاجة تكون عندك شركة بين المؤمنين باستمرار. رابع حاجة بتشهد عنه كل أيام حياتك والبيتك. بصلي أنه الكلمات دي تكون سبب بركة ليك، وبنصدق كمان أن الوقت اللي جاي يكون وقت تعويض على حياتك. ما تخافش، ربنا بيحبك وجبلك ومش فارق معاه الماضي بتاعك أكتر من أنه تكون جاي بقلب صادق. وعندي إيمان كبير قوي إن الوقت اللي جاي وقت جديد لحياتك، خطوات جديدة، أبواب جديدة، تفكير جديد، صفحة جديدة. بطلب بركات لحياتك باسم الرب يسوع المسيح تدوم، ولإلهنا كل المجد. آمين. ورجعنا لكم تاني احبائي المشاهدين بعد ما نعمة ربنا تلألأت أضاءت في هذه العظة الجميلة النارية. إيه الحلاوة دي؟ حلاوة كلمة الله طبعا. أنا متهيألي صدقني مش بجامل يا أخويا، لا لا لا، يعني أيا كان حال ناس بعد الكلام اللي قلته عن نعمة ربنا، أيا كان الناس دي ماضيها، أنت مش أنت يعني الآيات اللي أنت قلتها في الوعظة فتحت لها رجاء. ده اللي الرب لما جابوا له الامرأة الزانية قدام عينيه يقول الكتاب انه قال كده اني ولا انا ادينك حتى ان كانت الناس بتقول ذهبي ولا تخطئ ايضا. بالضبط كده، حتى الناس بتقول، يعني يقول الكتاب انه الشريعة تقول مثل هذه يترجم فماذا تقول انت. النهارده الرب نوجه الكلام ده لرحاب وبيوجه المرأة الخاطئة وبيوجه لكل حد مستمع لينا. رائع. ولا أنا أدينك. طب اللي خد خطوة في نص ربع دقيقة تقول له إيه تنصحه؟ نفسي دايما أقول له كده إن أنت مسنود سند رباني، سندتك مش في حد، سندتك فيه هو اللي بدأ معاك وهو اللي قادر إنه يكمل معاك للأخير. رائع جدا أحبائي المشاهدين، يعني بشكرك طبعا يا أخويا هاني، شكرا جزيلا. يعني الوقت الجميل بيمر بسرعة، بس بإخلاص إحنا كبرنامج وخدمة صفحة جديدة عايزين نستمر التواصل معاكم. تواصلوا معنا عن طريق الأرقام اللي بتظهر على الشاشة قدام حضراتكم أو على مواقع الإنترنت. كمان بنفضل طريقة الفيسبوك، صفحتنا على الفيسبوك هي خدمة صفحة جديدة، تكتب بالعربي كده خدمة صفحة جديدة أو نيو بيج بالإنجليزية، وادخل اعمل لايك واكتب لينا رأيك واكتب لينا أسئلتك واكتب لينا اختباراتك، وإحنا سعداء جدا بالتواصل معاك. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك صفحة جديدة للجميع.